بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. دروس من رمضان. الدرس 22. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. رمضان شهر الخيرات والبركات والأعمال الصالحة، ومنها وأعظمه الدعاء. قال صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. الله جل وعلا يقول: فادعوا الله مخلصين له الدين، ويقول سبحانه وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وشهر رمضان شهر الدعاء، يدعو المسلم لنفسه ويدعو لوالديه ويدعو لإخوانه المسلمين الأحياء والأموات، فإنه شهر يستجاب فيه الدعاء أكثر من غيره. وكما سمعتم أن الله جل وعلا يقول: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ويقول جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فعلى المسلم أن يدعو لنفسه ويدعو لوالديه ويدعو لإخوانه وأقاربه ويدعو للمسلمين عموما، خصوصا في هذا الزمان الذي تكالب الأعداء فيه على المسلمين. فيجب أن ندعو للمسلمين أن يفرج الله عنهم وأن ينصرهم وأن يكف عنهم شر الكفار. قال الله جل وعلا: عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، فالله أشد بأسا وأشد تنكيلا. على المسلمين أن يرجعوا إلى الله بالتوبة والأعمال الصالحة. فإذا رجعوا إلى الله وعادوا إلى الله، عاد الله عليهم سبحانه وتعالى بالنصر وقبول الدعاء. والدعاء لا يستجاب من قلب لاهٍ غافل، كما قال صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. فإن الدعاء لا يستجاب من قلب غافل لاهٍ. وعلى الداعي أن لا يستبطئ الإجابة ويكل الأمر إلى الله. قد يكون الخير في تأخير الإجابة من الله عز وجل. فعلى المسلم أن يدعو ويكل الأمر إلى الله سبحانه وتعالى، والله قريب مجيب. ولا يقول: قد دعوت ودعوت فلم يستجب لي، ثم يترك الدعاء كما جاء في الحديث. فإن هذا من تسويل الشيطان ومن الكسل وسوء الظن بالله عز وجل. فعليك الدعاء والإكثار من الدعاء، ولا تستبطئ الإجابة من الله سبحانه وتعالى، فهو أرحم بك وأعلم بمصالحك. وإنما عليك بذل السبب، والدعاء من أعظم الأسباب لحصول المقصود من الله سبحانه، وهو في هذا الشهر أرجى القبول من غيره. من الأعمال الصالحة في هذا الشهر الإكثار من الدعاء بما يحتاجه الإنسان وبما يحتاجه المسلمون عموما. فلنكثر من الدعاء والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى في أوقاتنا وفي صلواتنا وفي خلواتنا وفي جميع أحوالنا، والله قريب مجيب. ونحن بحاجة إلى الدعاء، بحاجة إلى الله سبحانه وتعالى. والباب بيننا وبين الله هو الدعاء. والدعاء ليس له أوقات محددة، ولكن له أوقات أفضل من غيرها، مثل الدعاء في السجود. قال صلى الله عليه وسلم: وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقمنوا أن يستجاب لكم. وقال صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فيكثر. وكذلك الدعاء
من الصائم، وكذلك الدعاء في آخر الليل وفي وقت السحر المستغفرين بالأسحار. والله جل وعلا ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ فالله جل وعلا رحيم بعباده، يسمع دعاءهم ويقضي حاجاتهم ويغفر ذنوبهم، ولكن العبد هو الذي يغلق باب الدعاء على نفسه ويترك الدعاء، وقد ييأس من الإجابة فيقول: قد دعوت ودعوت ولم يستجب لي. فعلينا الدعاء، ومن الله سبحانه وتعالى الإجابة، والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.